اليوم يومكم يا رجال. أبو الصلح أخونا وبدنا نخلصه من هالأوغاد. السلام عليكم. أهلين أهلين صياح، منيح اللي جيت. خير يا كبير، شوفي وصلنا خبر، اليوم عم بينقلوا المحابيس من حوران للشام، وبدهم يصفوا يلي بدهم يصفوا منهم والباقي يخلوا سبيبه. ايوه، وأبو الصلح بيناته؟ ايه، أكدونا جماعتنا اليوم بدهم ينقلوا للشام. هو لحاله؟ ايه لحاله، وعاملين عليه حراسة كبيرة، خايفين مننا نهربوا. ايه، ونحن شو عم نستنى عقيد؟ عم نستنى ليقربوا لأطراف الشام، بعدين منخلصوا منه. يا رب. عزام مور عقيد، طعموا الخيل وسوهم مي وشبهوهم منيح. صار عقيد. يلا يا رجال قولوا الله الله. تفضل يا أن تموتوا جميعكم بدل أن يهرب ذلك السجين. أريد أن أعرف أين يسكن، واجلب لي رئيس المخفر المسؤول عن الحي الذي يسكن فيه. حاضر سيدي. أهرب عن وجهي. أبو الصلح من سكان الحارة، حارة الأصاب. أي نعم، ساكن عنا. نعم، بدك يعني ضروري؟ وهلأ سيدي؟ حاضر حاضر حاضر، الله معك. أكيد يا سيدي، أكيد الله معك. شو بده مني؟ أصلح يا سيدي. المخربون هاجموا عسكر وأخذوا معه. المخربون وقد تبين أنه يسكن عندكم في حارة. نعم يا سيدي، أصلح يسكن عنا بالحارة. أريده حيا أو ميتا، وأريد أن تفتشوا كل المنازل منزلا منزلا، وحتى أن لزم الأمر أن تفتشوا حارات متجاورة. حاضر يا سيدي، إن شاء الله سنفتش كل الحارات والبيوت، وسيكون عندك بإذن الله. عزيزي يا فندي، أريد هذا السجين بأسرع وقت إذا كنت مهتم أن تبقى رئيس مخفر. حاضر يا سيدي، سألقي القبض عليك وأجيب لك يا لحد. إلى هنا يا سيدي. أتمنى سوف أعزز مخفر بعناصر إضافية تحت إمرتك غازي يا فندي.
امرك يا سيدي، وسألقي القبض على ابو الصلح وجيب لك اياه ان شاء الله لهوني خلال يومين او ثلاث ايام على الاغلب. عظيم عظيم، اتامل هذا منك. يمكنك انصراف رئيس مفر غازي. شكرا يا سيدي. مسيو كوماندان، وهل يستطيع رئيس مخفر إلقاء القبض على مثل هذا مجرم مسيو؟ إنهم يعرفون مكان اختبائي موريس. يجب أن نتعاون معه وإلا سيقتل. هلأ فينا نقول الحمد لله على سلامتك يا أبو الصلح. الله يسلمكم ويقدرني على مكافاتكم. يا عزام مبارك عيد، جهزوا الأكل وطعموا الخيل منيح. وجب يلا يا جاد. شرف شرف ابو الصلاح. انا بكون تسمحوا لي عقيد. لوين؟ انت معنا من الصبح لازم تاكل. لا والله تارك الوالد بالبيت تعبان. خير سلامته. الله يسلم عمره. السلام عليكم. الله معك يا ابو ضاي. رياح يا عقيد، بدك شي مساعده؟ لازمك مصاري؟ سلامتك عقيد، اذا بدي شي اكيد بخبرك. الله معك. السلام عليكم. دير بالك على حالك. صلاح، لازم ناخد استحياطنا منيح، شنو الفرنساوي ما راح يهدى باله لحتى يلاقيك. مضبوط يا عقيد، بس بعيد عن اسنانه. والمشكلة انه السلاح يلي معنا ما بيكفي لنواجه الفرنساوي بكل قرنة. شوفت عينك، الشباب كتار وكل واحد مستعد يقدم روحه كرمال البلد. بس يا حسرة ما في سلاح. مظبوط، السلاح شغلي ضروري، لازم اتأمل. من وين؟ وكل المساعدات اللي عم تجينا من أهل المروي والخير يا دوب نشتري فيهم رصاص. ما قدامنا غير حل واحد. شو هو؟ نأمن المال اللي بدنا نشتري فيه سلاح. ومن وين بدنا نجيب المال؟ مال موجود وكتير كمان، بس بدك مين يقدر يجيبه. ما فهمت عليك. انا لازم اشوف ابو عامر باي طريقه. شو بدك منه؟ ابو عامر هو الرجال الوحيد يلي بيقدر يجيب لنا المال مطرح مو مخبى. بصراحة الي شو القصه لحتى اتصرف. وخليك تقابل ابو عامر. ما حدا بيقدر يفيدنا بهالشغله غير ابو عامر. يا لطيف يا لطيف، إذا ضبطت هالقصة مثل ما عم تقول يكون الله فرج من فوق. مشان هيك لازم نجتمع بأبو عامر ونفهم القصة مظبوط. إيه، أنا راح أبعد وراء أبو عامر مع واحد من الرجال، وفرد مرة بتطمن على وضعك بالحارة من ناحية الفرنساوي، شو عم يعمل مشانك. إيه والله يا عميد، نطمن أكثر. يا عزام مرني عقيد. راح ابعتك مشوار لحارة المصب. على عيني وراسي عقيد، انا بامر. احكي يا عمي، ما في حدا غريب. بيسلم عليك ابو الخضر وقال عاوزك وضروري يشوفك باسرع وقت. عمي خير؟ عمي شو في؟ ما بعرف، بس وصاني اقول لك هالكلمتين هو وابو الصلح. عمي ابو الصلح عند منكم؟ يا عمي ابو الصلح صار عنا، ونحن اللي خلصناه من ايد الفرنساوي. ايوه. لك بري عليكم يا رجال. بقى امتى جاي عمي؟ انتو هلأ وين؟ مطرحنا اللي بتعرفه عمي. عمي اليوم بعد ما تعدت من العين بشوي بكون عند منكم. كتر خيرك عمي ابو عامر. يلا السلام عليكم. او اشرف شاي. غير مرة عمي، ولازم نروح لعند الجماعة قبل ما تعدت من العين. شرف. الله معكم. مع السلامة. يه الزعيم ابو عامر وصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين خضر. أهلين أهلين يا ميت. أهلين سهلين. شو هاد يا أبو الصلاح؟ أهلين الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا كبير. الله يسلمك. والله فرحتنا أقسم بذات الله. يا ميت أهلين. كيف كان الطريق؟ الحمد لله ميسر. تفضل تفضل عزام. ورا عقيد جهزونا العشاء. صار يا الله. طمنونا كيف الوضع عندكم؟ شي بسر وشي ما بسر. الشيء اللي بسر انه رجال عددهم عم يزيد كتير.
ايوه الحمد لله، هي نعمه من رب العالمين. بس رجال بدهم سلاح، وبدون سلاح ما راح نقدر نستفيد منه. معك حق يا ابو خضر، انا كمان بدي سمي كمطات سلاح لرجالي بالحاره، لانه الفرنساويه بلشوا يفوتوا ويطلعوا على حارات الشام. اكيد ضروري يكون بين ايدين رجال الحاره سلاح، واسلاح بده مصاري يا ابو عامر. اخي اللي بترتب علي انا جاهز، مالي والبواكيه تحت امركم. الله محيي اصلك يا ابو عامر، انت من يوم يومك مقصه ومغرقنا بافضالك وكرمك انت ورجال حارتك. لا يا ابو خضر، استغفر الله، انتوا رجال البلد والقبضيات اللي عم تحمونا، من واجبنا نسندكم وندعمكم بالمال وبالروح. من شان هيك انا بعثت وراك يا ابو عامر، شنو المصاري موجودين، بس بدنا نعرف شلون بدنا نطالعهم من قرنتهم. موجودين وبدك تطالعهم من قرنتهم؟ والله ما فهمت عليك. اهم شيء يا ابو الصلاح، اليوزباشي وين مخبي ذهباته؟ بالكراكون بالسجن. شو بالكراكون؟ ايه بالكراكون، شنو هو كان رئيسه. يخرب بيته هلا العملة. مشان هيك يا ابو عامر بدنا واحد نثق فيه يفوت على السجن ويتاكدنا من الكلام يلي قال لي اياه شكري افندي. هلا ايش كان طلع هالكلام مزبوط؟ كيف بدنا نطلع الذهب من الكراكون؟ المهم نتاكد بالاول، ونحن الا ما نلاقي طريقه لحتى نطالع الذهب من سجن الكراكون. يعني بدنا واحد موثوق من طرفك يا ابو عامر. لا تهكلم ابو صلاح، في شاب بيشتغل عندي بالبوايكيه ممكن يؤدي هالمهمه. وبتثق فيك مين؟ كثير. هذا بيعمل اللي بدي اياه من تمساكيت، واذا انلقط وعذبوه 100 واحد ما بينطق بحرف. يا عين عليك، كثير منيح. شنو هي الكميه من الذهب ما لازم حدا يعرف فيها، لانه اذا عرف السر بيقوموا جماعة الكراكون بيطالعوا الذهب بيعطوه للسرايا، وهيك بيصير ملك الفرنساوي. معك حق أبو الصلاح، من هالناحية هي عندي. مدام عندك أنا بطمن. طيب أنا اللي بدي أفهمه هلأ، إذا دخلنا الولد على سجن الكراكون شو العلامة اللي بدي نقله عليها والمطبور الذهب؟ هذا كلام أبو الصلاح. أبو خضر، الشيء اللي اتفقنا عليه أنا بتولاه بذات نفسي، يومين ثلاثة بخبرك شو بيصير معي. أهم شيء بهالفترة أبو الصلح ما يجي على الحارة. فهمت عليك يا كبير، ما راح يجي. يلا السلام عليكم. الله معك، دير بالك على حالك. إن شاء الله معك. عمي. أمان الله. أبو الصلح، ما دام أبو عامر حط إيده بالموضوع، لازم نطمن. ألو، احترامي احترامي سيادة الكوميندان. اي نعم سيدنا، اي نعم، فتشت حارتي، حارة الأصل، بس ما لقينا أبو الصلح. فتشت بيت بيت. اي نعم سيدنا، نعم، أمرك أمرك، خلص أكيد منفتش الحارات المجاورة وبيت بيت. اي نعم أمرك، الله معك، احترامي، الله معك. منين طلع لي هذا؟ منين طلع لي هالزفت أبو الصلح؟ وأنا وين بدي لاقيه؟ وين بدي لاقيه؟ ألو؟ أعطيني وفيق. ألو، احترامي سيدي. اسمع وفيق، بتجهز لي دورية وبتنزل لحارة السكة وحارة أبو صخر، بتفتش لي إياهم بيت بيت، بدي إياك تنكش لي هذا أبو الصلح، مفهوم ولا لا؟ إيه حاضر سيدي حاضر، بس يعني بركة أهالي الحارة ما خلونا نفوت نفتش البيوت. أنت بتحكي مع مختار كل حارة، هو بيعرف شلون يتصرف، هو بيمون على اهل حارته، مفهوم؟ ايه امرك سيدي حاضر. يا علينا امتى ما نخلص من العيب هالحاره؟ انا لازم الوطن هذا ابو الصلح،
لازم حتى لو اضطريت فتش بيوت حارة القصب بيت بيت راح فتشها. وماني مستعد اخسر مركزي بالكراكون مشان واحد زفت مثل ابو الصلاح.